سليم لوثة حب لأبي الفاتح. اكسب الانكشاري، تكسب الحج. سليم يكره الضعيف، منذ طفولته يعاقب الضعيف. الأهم من كل ذلك هي هذا الناس حامل السيف. كل شيء وأني أنا من أحمي السلطنة لا إخوتي. أنا سليم الانكشاريين، فالغزوي تتشنع عظمة الانكشاريين، لا ينزوي خوفا أو رعبا. عذرا يا مولاي، منصب السردار الآن لا يكفيني. تعزلوني عن منصبي وأنا على قيد الحياة؟ لا يا أبي، معاذ الله، لكن هؤلاء الرجال لن يستمعوا إلي إلا إذا كنت سلطانا عليهم. إن كنت متنازلا عن العرش لا محالة، فتنازل عنه لمن يستحقه يا أبي، وإلا نرقب جميعنا دولتنا وهي تنهار فوق رؤوسنا. عليك أن تستعمل غضبك لمصلحتك، لا ليكون مضرة لك. الحكم يتطلب القوة والسلطة، ولكن هاتين الفضيلتين لا تعنيان شيئا من دون الفطنة. فليكتب التاريخ أن السلطان سليم بن عثمان لم يفتح قلعة حلب بمصر هكذا دون حرب أو قتال. وبإذن الله لن نتركك يا مولاي حتى ترفع الراية العثمانية الجليلة خفاقة فوق كل أرض عربية. فالعالم لا يفتح ذراعيه للرقيق المسالم، إنما للجسور الطموح الذي ما تقلبه. هل يقوب المسلمين أن أكون أنا خليفتهم؟ أتدار الحرب؟ عاش السلطان سليم!